ولمزيد من المتابعة معي عبر الهاتف دكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة. دكتور، بعد التحية يعني ونحن في هذا اليوم الإضافي لإعطاء فرصة جديدة لكل الأطراف لكي تخرج للعالم وللإنسانية جميعا بقرارات يعني الكثير في انتظارها لتحسين التغيرات المناخية بصورة كبيرة وما نتج عنه من آثار سلبية شهدناها في الأعوام الماضية. والله أهلا بك يا فندم. طبعا احنا عارفين ان حصل يعني اختلاف في الرأي، يعني قالوا ان احنا الوقود الدهوري هم قصر على الفحم، وده طبعا مش مظبوط على اساس ان في دول بترولية كتير اعترضت على هذا الكلام. يعني النهارده ان شاء الله يحاولوا يوصلوا الى كومبرومايزنج الموضوع او تسويه مع بعض، بحيث يعني يطلعوا راي يعني يعبر عن اغلبيه المؤتمرين في المؤتمر. يعني من ضمن الحاجات اللي قالوا التخفيف من الوقود من الفحم تدريجيا، ولم يتطرق الموضوع الى البترول او الغاز، فدي طبعا خلافي. حتى 1.5 درجة يعني هم استندوا إلى مؤتمر باريس كانبول دون درجتين، يعني تخفيض الحرارة دون درجتين، ويستحسن 1.5 درجة. هم عايزين يخلوها درجتين على أساس إن يقدروا يستخدموا كميات كبيرة من البترول الموجود عندهم. فده طبعا مؤثر بشكل كبير يعني. صحيح. وزير الخارجية سامح شكري ورئيس طبعا كوب 27 يعني في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم، الحقيقة تحدث عن نقطة هامة جدا وأكد أنه علينا إبداء مرونة للتوصل للأساس للبناء عليه. في رأيك يعني هذا الطرح بيعطي فرصة لكثير من الأطراف لوضع أساس جديد لما سيتم العمل عليه خلال الفترة القادمة؟ اكيد طبعا، اكيد لازم يعمل يعني كومبرومايزنج لكل الاراء على اساس انه يطلعوا بقرار، يعني ده شيء لازم. وحتى يعني احنا بنقول مثلا الخسائر، الموضوع الخسائر والاضرار ده مصر هي اللي حطت الهدف اللي اثرت عليه، ومعنى وضعه هو نجاح لوحده بحد ذاته، يعني ده نجاح. كون بقى ان هو حتى السنه دي يمولوه بجزء اقل وعايز يستكمل بعدين نظرا للازمه العالميه والتضخم العالمي، فده يعني مقبول شويه. لكن ان شاء الله تعالى مجرد احنا انشانا هذا الصندوق والعالم وافق عليه، كانت اوروبا الاول معترض وبعدين وافقت في الاخر، وبالتالي هيبقى انتصار ان شاء الله للدبلوماسيه المصريه. وكون بقى ان نحط مبلغ قليل المره دي او مش هنكمل 100 مليار دولار، يعني نبتدي، خلينا نعتبرها بدايه. هذه الفكرة دكتور علاء، وهي فكرة تعويض الخسائر، لأنه الحقيقة أنه نحن يعني في كوب 27 نحن لسنا فقط بصدد الحديث عن المستقبل وعن اختفاء بعض المدن أو تغيرات مناخية تؤدي إلى أثار سلبية، لكننا نتحدث أيضا عن خسائر حدثت بالفعل في دول عديدة، قطاعات تأثرت مثل قطاع الزراعة في عدد من الدول. ففكرة الحديث عن تعويض الخسائر لهذه الدول وطرحها في كوب 27. والله فكره طبعا ممتازه، بس انا يعني الدول الاوروبيه والدول المتقدمه يعني بتتحجج بان هي مر عليها ازمتين ورا بعض، الازمه الروسيه الاوكرانيه وما ادى الى وجود تضخم في جميع دول العالم وبرضه كورونا. فيعني ممكن يكون الكلام مقبول، وننتظر مجرد احنا عملنا الصندوق ان شاء الله وانشاناه ويتحط في اي مبالغ حاليا ويستكمل بعدين، مفيش مانع، بس نصل الى اتفاق بين جميع الاطراف. تمام. من المنتظر يعني إلى جانب هذه الفكرة الخاصة بالتمويل أن تكون العناوين الرئيسة يعني مخرجات مؤتمر كوب 27 تتعلق بماذا؟ والله أنا شايف أن في تعاون جيد، يعني بس حصل شراكات، يعني بدل النجاح في الكوب، يعني مصر عملت شراكات مع مع الامارات ب 15 مليار، وامريكا والمانيا بتدونا نص مليار دولار، وفي شركات المشروع مع مشروع نوفي برضه، ففي شركات بجانب برضه ان هم عرضوا مع دول اخرى متاثره اكثر برضه مليارات، يعني 20 مليار قال لك هندي لباكستان، جنوب افريقيا 6.5 مليار. فهي ثنائيه، اتفاقات ثنائيه، ولكن ان شاء الله احنا في القريب العاجل هيبقى اتفاقات بعد كده على الصندوق بقى اللي هو انشئ. وطبعا معنى ما انشئ مش ممكن حد يعني يغير في اي فكره. صحيح.
دكتور علاء، يعني طبعا الحديث عن عدم ارتفاع درجة الحرارة أكثر من درجة ونصف مئوية خلال الفترة المقبلة، يعني من الدورات السابقة طبعا لكوب والتوصيات السابقة هي توصيات إلى حد كبير غير ملزمة، لكن أعتقد أنه هذه الدورة مختلفة كثيرا، يعني أطلق عليها دورة التنفيذ، أنه لابد من وضع هذه التوصيات يعني نصب أعين كل الدول، سواء كانت دول صناعية كبرى أو دول نامية، أنه لابد من التحول للاقتصاد الأخضر، التحول إلى طبعا عدم استخدام الوقود الأحفوري بصورة كبيرة. في رأيك يعني عدم الخروج، يعني الخروج من هذه التوصيات بالتنفيذ يعني سيكون له تأثير كبير على العالم كله؟ طبعا، يعني احنا بنلاحظ النص يعني يدوبك هو تحت الحري الثريشولد، بس هو مطعم باريس كان قال 2 دون 2 الاول، وبعدين قال حبذا يكون 1.5، هم استنوا زيت تمضي ليه؟ لان الاقتصادات العالميه النهارده كلها متاثره بشكل كبير، فقال لك احنا نستخدم الوقود اللي عندنا بحيث يعني الاقتصاد ما يتعافى وبعد كده نرجع بقى 1.5. فيعني انا بقول مفيش مانع، هنعمل ايه؟ هو ده الراي العالمي. وبعدين مصر النهارده وزي ما قلت كده بين نارين، مصر بين نار، دي اجندتها اللي هي محتاجه فيها فعلا دعم كبير، وان هي رئيسه المؤتمر، وبالتالي بتعمل على يعني توحيد الجهود بتاعت الدول كلها وتقريب وجهات النظر. فاذا يعني ده اكثر حاجه نقدر نعملها. وبعدين حتى لو حصل حاجات خلافيه وعملوها باي شكل، فاحنا مصر يعني فعلا كسبت بشكل كبير جدا. صحيح. في المشاركات او المشاركات مع الدول زي انتاج الوقود الاخضر، ويعني مصر كسبت بشكل كبير جدا، لكن كانت مصر بتفكر في اوروبا وفي العالم النامي، فهو ده السبب اللي كان ممكن ياثر شويه. ولكن صحيح. لو تم تاجيل المساعدات كلها او جزء منها للسنه الجايه اعتقد ما فيش مانع، لان عندهم حجه يعني مقبوله، ان هو بيقول لك عندي تضخم وعندي كورونا وعندي ازمات اقتصاديه جوه البلاد، حتى البلاد الكبرى او الدول الكبرى، فده يعني مبرر بامانه، ده مبرر. لكن ايضا يعني ازمه المناخ هي ازمه يعني بتقع الان، يعني هذه نقطه لا يمكن طبعا ابدا اغفالها. بشكرك طبعا. شكرا جزيلا دكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الاقليمي لعلوم الفضاء بالامم المتحده.